وهل هناك دعاء مستحب عند تقبيل الحجر؟ إذا حاذى الحجر فإنه يستلمه بيده ويقبله إذا تمكن، وإلا فإنه يشير إليه ويقول بسم الله والله أكبر. هذا الذكر الذي يقال عند الحجر الله أكبر، وبعض العلماء يرى أنه يقول أيضا بسم الله والله أكبر، هذا هو الذكر الذي يقال عند استلام الحجر أو الإشارة إليه. نعم.